الحمد لله كويس وربنا يديله الصحه وتمام. وحشنا جدا. هو متفاعل على اكس وكان تويتر هو في الاعمال يعني بيحب يتأنى ويشوف حاجه حبيبها مش يعني عشان يشتغل وخلاص يعمل اي حاجه. لا انا باخد رايه في حاجات كتير طبعا يعني حد يبقى عنده حظه حلو كده انه بقى يعرف نبيل الحلفاوي وما ياخدش رايه طبعا. يعني بيقول لك لا بلاش لا كذا في بعض الحاجات باخد رايه فيها وساعات يشجعني وساعات لا في حاجات كده اروح اعملها وبعدين احكي فيعني مقولش لا حسب الحاله كده لا حسب الان ولا لا. لا يعني مثلا الفيلم ده خدت رايه في العموم يعني من حيث الفكره والمجازفه يعني قال لي في افلام يعني من دي كتير نجحت وفي افلام من دي كتير ما خدت يعني تقدير فني بس ما لقيتش النجاح الجماهيري فهو على حسب موضوع ضبط الايقاع بتاعه. تمام.